وبأول فقرات صباحنا غير لليوم فرح، حكينا بالحلقات الماضية عن الأنشطة الصيفية للأطفال، كونه نحن هلأ هيك على أبواب انتهاء المدارس، كتير مهمة هاي القصة. أكيد أكيد رشا، في بعض الناس ممكن بيحبوا ما ينقطعوا أولادهم عن الأنشطة، وخاصة بفصل الصيف بيكون في وقت فراغ كتير كبير، فمنقول خلينا نعلم الطفل أشياء بتفيده وبتهمه وبنفس الوقت يستمتع بهي العطلة. أكيد، ومن ضمن هاي الأنشطة اليوم حنحكي عن مهارة اللغة الثانية عند الطفل. كتير من الأهل بيعارضوا هاي القصة، بيخافوا أنه يتشوش. هلأ هي حلوة وثقافة كتير حلوة للطفل، بس ولكن هون كمان الأهل، فيني مثل ما قلت لك، في ناس بتقول لك لا بتشوش الطفل وممكن يبتعد عن اللغة الأم. اليوم رح نحكي عن هاي القصة أكتر، كونك بتحبي هنركز عليها. وحنروح مع ضيفتنا لليوم الاختصاصية رندا علي ديب لنحكي عن الموضوع. صباح الخير يا رندا. صباح النور. Good morning. خلينا نبلشك باللغات فورا. يسعد صباحك رندا، واهلا وسهلا فيكي. اليوم يعني لما بنحكي عن لغه ثانيه، فكثير من الاهالي بيحاولوا يبلشوا مع الطفل من عمر صغير. هلا خلينا نعرف اول شيء شو هي الشروط يلي ممكن تكون موجوده بالطفل او بالوسط المحيط لحتى نحن نقدر نبلش معه بهي المهاره. تماما. هلا النقاش اللي كان بيناتكم هو دائما اللي انا بسمعه، دائما بيكون في الشق الاكبر بيكون بده يعلم ابنه من عمر صغير كذا لغه، وبده يسبق عليه انه لازم قبل ما انه المرحله الاولى من حياته هو اللي بيكسب فيها لغات، فانا بدي اعلمه وسمعه كل شيء لغات. في كثير من النادر اللي نشوف مجموعه من الاهل تقول لك لا انا بدي ركز على لغه واحده. للاسف نحن هون بنرجع لخيارنا نحن شو جاي على بالنا ابننا يتعلم، ولكن نحن هون بنغفل عن امكانياته، خصوصي لما بيجيكي طفل مثلا اساسا عنده تاخر لغه لسبب معين، فانا دائما هون بركز انه خليه لا يتعلم لغه واحده اللي هي اللغه الام. شو يعني اللغه الام؟ يعني اللغه اللي انا بفكر فيها لما بكون ساكت وانا شو عم فكر، خصوصي بالبيت. يعني مثلا بقول للام انا انت اللغه اللي انت بتفكري فيها مثلا شو بدك تطبخي، بتكون عربي ولا فرنسي ولا انجليزي؟ فبتقولي لا عربي. لا تماما، هي اللي لازم انت تحاوري ابنك فيها ليكتسبها للغه ويكون عنده حصيله لغويه منيحه، بعدين بتفكري باللغات الثانيه. وفي شق نحن دائما بنغفل عنه بتعليم اللغات اللي هو الشق الحركي، نحن دائما لازم نركز للاطفال اللي ما عندهم مهاره اللغه الكامله، فانا بقول لهم اتركي اللغه وروحي على الجانب الرياضي والحركي، لانه هن بمراكز الدماغ قريبين من بعض كثير، فدائما بنشطوا بعض، اشتغلي معه حركيا بعدين قلي على اللغوي. فنحن هون بكذا حلقة حكينا عن الأنشطة الرياضية كتير والأنشطة الصيفية بشكل عام. اليوم كشق أساسي هو تعلم اللغة اللي كل الأهل بمختلف أعمار أطفالهم بيحاولوا يأسسوا ابنهم أنه هنا شايفين أنه مستقبل الطفل هو دائماً باللغة الثانية مترجم. رندا، يمكن إحنا عم نحكي عن الأطفال يلي يمكن عندهم بعض الميول، بعض الأطفال يمكن اللي عندهم شوي فرط نشاط، بس في أطفال هنا كلغة وكنطق هنا مكتملين وقادرين يمكن يستوعبوا بلغة ثانية. هدول الأطفال من أي عمر بتشجع الأهل أنه نحن نفوت على لغة ثانية ونبلش فيها؟ متى ما بلش الطفل يكون جملة من ثلاث كلمات، لازم يوصل لعمر ثلاث سنين عم بيحكي مثلنا ونقدر نتفاهم معه ويتفاهم معنا ويكون عنده اللغة الاستقبالية جيدة، يعني بيفهم كل الكلام اللي نحن بنقوله بلهجتنا مو بالفصحى، بلهجتنا العامية اللي نحن بنحكي فيها. أنا هون بكون كتير كأم قلبي قوي لأني علمه لغة تانية. وأنا بفضل لما بكون بدي أعلم اللغة التانية مثلا بعد العربي بدي اعلمه مثلا الانجليش اللي كل هلا الاهل بيركضوا انه يعلموها لاطفالهم، بحاول ما ادخل لغه ثالثه معهم ولكن اعمل له المقارنه. يعني هيك كثير بتصير رندا انه نحن بندخل له اوقات لغتين مع بعض. تماما. هلا في امكانيات، طبعا انا برجع بقول لك في امكانيات الطفل ممكن هو لحاله بتعرفي انه بيلقط كذا لغه، ولكن نحن عم نحكي كطفل طبيعي لا له خارق بإمكانياته ولا عنده مشاكل إدراكية أو مشاكل تانية. فنحن دائما وقت اللي أنا بعطي اللغة التانية بقول لهم لا تعطوه دائما الطفل بعمر صغير، خصوصي أطفالنا بهالجيل بيكون أنا بقول لهم شبه لهم الدماغ مثل غرف مثل حجرات دماغية، أنا لازم علمه يرتب هاي الحجرات بطريقة مناسبة، ما فوت له كل المعلومات مع بعض. دائما الأطفال اللي لسه ببيات بتلاقي أنا عم بحضره فيديو في مثلا إنجليش مشان علمه لغة وأنا وعم طعميه مثلا،
انا بقول لها لا، اعطي ظهره للفيديو، خلي بس يسمع الصوت، خلي يكون التمييز السمعي عنده ممتاز ليقدر يقارن بين اللغات، يقدر يعرف بالمستقبل يحكي. هون اذا قلنا ما في مشاكل بالاسره بموضوع اللغه، وانا برجع بقول لهم اللغه هي مهاره، مو بالضرورة كل الأشخاص ولو كان ما في شيء الطفل، بس مو بالضرورة يكون عنده هاي مهارة اللغة، ممكن يكون عنده مهارة تانية هو يبدع فيها. لهيك نحن خلينا دائما نركز على إمكانيات طفلي، أنا شو عنده إمكانيات، وين بقدر استثمره أكثر، وعلى أساسها أنا بقدر لغت دخل اللغة التانية لطفلي. أكيد رندا، اليوم عم نحكي عن قصة مو بس ثقافة للطفل، وأنه هو إحنا ننبسط فيه قدام الناس، ماما شو معنات كذا وشو معنات كذا، هي القصة كتير دارجة. أكيد في دراسات علمية أثبتت أنه اللغة الثانية كتير منيحة للطفل وبتحرك الدماغ وبتشغل الحواس بشكل أكبر. خلينا نحكي عن الجوانب الإيجابية. اليوم طفلي شو ممكن يكتسب وقت اللي أنا بدخله لغة ثانية؟ دائما نحن في منقول كل لسان بإنسان، يعني كل ما كسبتي لغة كل ما أنت صرتي شخص تاني، تعرفتي على ثقافة تانية، تعرفتي على مهارات جديدة، صار عندك لما الطفل هو بيقدر يقارن المفهوم الصوري بذهنه مثلا للسيارة، فهو بيعرفها بكذا لغة، فهي مهارة مقارنة كتير جيد لو هي كتير بتعطي إمكانيات للمستقبل بأشياء تانية. فما بالك ما يكون لغات، ما بالك كيف أنا كطفلي عم بأسسه لمستقبل بقدر مهنياً يكون شخص ناجح ويكون عنده سلاح علمي بإيده اللي هو اللغة الثانية والخبرات الثانية وخاصة الثقافة الثانية خصوصي بهذا الزمان. ودائماً نحن بنقول إنه مثل ما بنشوف إنه اللغة الإنجليزية أسهل من اللغة العربية بكتير، فدائماً الأطفال باختلاف إمكانياتهم بيكتسبوها قبل اللغة العربية، بيكتسبوا العربي كلهجة ككلام وتفاهم كوسط محيط، ولكن كلغة عربية إنه يكتسبها كمادة علمية هي أصعب بكتير من اللغة الإنجليزية. أكيد. لهيك من الكتير السهل أنا أقول لها ركزي على العربي، خليه يكتسبه بطريقة بالقليلة يقدر يكون دراسياً شخص ناجح. اللغة الإنجليزية كتير سهل إنه يحصلها طول ما أنا اللغة الأم قدران بشكل كامل كطفل يستوعبها ويقدر يتعامل معها بسلاسة. فبقول لها ما تاكليهم أبداً اللغة الثانية، لأنه هو فعلاً حيكتسبها بطريقة سلسة، لأنها هي أساساً حتطور لما الطفل بيكون عنده أكثر من لغة وأكثر من ثقافة، فأنا هون بيكون هذا المؤشر تبعي إنه هذا الطفل عنده إمكانيات، ما عنده مشاكل، قدران كتكوين دماغه يكون متطور، حتلاقي حركياً شخص جيد، قدران يستخدم إيديه، قدران يعمل مو حركياً يعني فرط حركي، لا، وإنما أنه ممكن يكون ناجح بالأنشطة الرياضية، ممكن يكون ناجح بالأنشطة الحركية تماماً. هاي من المميزات اللي نحن بنلاحظها عند الأطفال اللي بيقدروا يكتسبوا أكثر من لغة وعندهم هاي المهارة. رندا، يعني نحن إذا حبينا الطفل يكتسب هي اللغة، مو شرط يكون يتبلش معه من العمر الصغير اللي عم نحكي معه، ممكن الطفل أوقات يساهم باختيار اللغة اللي هو بيحبها على السمع؟ بتشوفي هذا الشيء ممكن؟ تماماً، لهيك أنا عم بقلك بيتجهوا الأطفال أكثر للغة الإنجليزية، خصوصي الأطفال اللي بتستخدم بإيدها كثير التاب، حتى وين ما مشيتي وين ما مسكتي، إذا بده يمسك أكلة أو شوكولا أو شيء حتلاقي في عليها كلمات بالأحرف بالإنجليش أو شيء، فهو حيكون أسلس له بالأشياء الأقرب له إنه يشوف اللغة الأنسب، لأنه ما في شكل الحرف باللغات الأجنبية هي بس له شكلين، أما باللغة العربية في أكثر من شكل. تمام. فدائما هو لحاله رح يتوجه للغة الأجنبية وحيبعد عن اللغة العربية، لهيك نحن دائما منركز على اللغة الأم الأولية لغتنا، بعدين نحن منتجه على اللغات الثانية لأنها هي متوافرة، سواء أفلام كرتون إذا عم
عم بيحضروا حتلاقي في كثير في شيء انجلش. وهون بيجي كثير تشجيع رندا انه نحن قد ما قدرنا نستفيد من اللغه الانجليزيه اللي بتكون على التلفزيون، سواء من افلام الكرتون اللي بنشوفها او غيرها من الفيديوهات اللي بتكون على نتيجه السمع او التواصل تماماً. دائما والتكرار ممكن يستفيد، اوقات بيقولوا اكثر حتى من الدروس، هذا الشيء صح رندا؟ تماما، مثل ما قلت لك هو جانب اساسي من التعليم الحالي. هو نحن بنستخدم الفيديو، بنستخدم الاغاني، هذا الشيء كثير اساسي بالتعليم. ولكن انا برجع بقول لك امكانيات الطفل، انا اذا طفل عنده مثلا فرط حركه او ضعف انتباه ما فيني ركز على التعليم عن طريق الفيديو، انه يحضره او شوش له حواسه بكذا مسيرات يفوتوا لدماغه سوا، لا برجع بقول خليه بس يسمع مثلا، المرة الثانية لا بس بيشوف الكلمات مع بطاقات بيكون مفيد أكثر، أعطيه الكلمة وأربطها بصورة، بعدين بسحب الصورة وبترك بس الكلمة ليتشكل المفهوم الصورة الذهنية بدماغه. فأنا هون بيختلف طريقة التعليم باختلاف إمكانيات الطفل وقدرته على الاستيعاب، لهيك أنا ما فيني أبداً عمم إنه كل الأطفال فيها تتعلم بطريقة إني سمعها بس، أو كل الأطفال حسب المستوى تماماً بالنهاية. حسب إمكانيات الطفل وحسب إذا عنده مشاكل أو لا. في أنا كتير بشوف أطفال خصوصاً الأطفال اللي عندهم حركة بتلاقيه بتنادي له وما بيسمعك، ما بيرد عليك، بتفكريه عنده مشكلة، ولكن هو بيكون هو عم بيلعب سمعان وفهمان وحافظ شو عم بيصير، ما بده يرد بيعرف شو بدك أصلاً ما بده يرد تماماً. فأنا بدي راعي هي علمه كيف يقعد، لأنه نحن توجهنا العلمي بالمدارس على الورقة والقلم والكرسي والطاولة، فلحتى ما يواجه اي نوع من انواع الفشل بالمستقبل لازم عوده على القعده وعلمه عن طريق البطاقات، فلاش كارد تحط له البطاقه واربطها بالصوره واربطها بالحرف، وبعدين يكون تحصيل حاصل للفيديو. في نقطه كثير مهمه، بدايه بالمرحله الابتدائيه كلنا بنتذكر وقت دخلنا بلغه ثانيه، يمكن كنا خامس رابع، صار وقتها اختياري للغه بعد الصف الرابع، حطوا لك القناه رشوا ونقلت. ايه انا طلع لي فرنسي صرت ابكي لا ما بدي. راحوا فورا للكاسيت، يعني تاكيدا على كلمتك موضوع السماع، كنا نسمع الدرس وما كنا نفهم اكيد. بدايه يسمعونا كيف اليوم الحرف عم يطلع لفظه، فهي اكيد تاكيدا على كلامك انه اليوم المرحله السمعيه بدايه بتكون افضل. رندا احيانا بيكون في شخصين في لغه ثنائيه بقلب البيت، يعني في ممكن غير اللغه الام في لغه ثانيه عم محكيه بقلب البيت، لكن هذا الشيء الام والاب بيسهل انه الطفل بيلقط يعني من الطرفين يعني. ولكن في حال ما كان، نحن اليوم كيف قادرين نبلش مع هذا الطفل ضمن البيت؟ بيقولوا انه الام لازم انه هي تردد معه شويه كلمات، ان كان بانواع الفواكه، الاكل، الالوان، هدول الالوان، هدول القصص يعني. هلا احنا كثير بنشوف مشاكل عند الاطفال، هلا اذا طفل ما عنده مشاكل الموضوع كثير طبيعي، بيقدر يتعلم كذا لغه. من الاستشارات اللي مريت انه الام تحكي لغه غير الست غير الاب، والثلاثه ببيت واحد، فالطفل ما عاد حكى يعني خلص ما حيجمع تماما. فهي تعدد اللغات لطفل هو اساسا طفل عنده مشاكل ولو كانت بسيطه، فهو ادى انه هو سحبت اللغه منه خلص ما عاد بده يحكي ولا لغه. فكانت النصيحه الاولانيه نحن نعمل قوانين بالبيت، الاربع اشخاص اللي الام والاب والست والطفل يتقيدوا فيها، قوانين البيت مكتوبه مع رمز لها صوره يعني، انه مثلا اي ساعه بده ينام، اي ساعه بده يفيق، لا ايه هي الكلمات اللي تكون الاربع اشخاص كل موجودين بالبيت الكل يتقيد فيها، ما تكون مع لغه ثانيه اللي هي اللغه اللي هو بده يطلع يحكيها، لما بده يفوت على محل ويشتري ما حيحكي غير باللغه العاميه اللي نحن بنحكيها. فهي اللغه اللي لازم الكل يتقيد فيها ليبلش يصير عنده منتج لغوي بمفردات مثل ما ذكرنا، بغض النظر عن عمره. لازم يكون، انا عم بحكي عن هذا الطفل، يبلش يقدر يكون جمله بسيطه، بدي كذا، انا جوعان، انا بدي نام، هاي الجمل البسيطه يقدر يقول هو شو احتياجاته الاساسيه. انا هون بلش بقى ركز على الموضوع الدرس وبالمدرسه لازم يتعاونوا معي، يحطوا بوسط اجتماعي،
غير البيت، بعدها أنا يعني بدي أتجاهل تماماً هون أني أنا علمه لغة تانية، لركز على اللغة اللي يقدر ينطق تماماً ويعبر شو بده، بعدين أنا ساعتها بنقول على اللغات التانية ومنشوف متى ما بلش يكون في عنده لغة استقبالية يفهم كل شيء عم بينقل له باللغة الدارجة. حلاقيه فوراً مخزن اللغات التانية اللي كان عم بيسمعها بالبيت، لأنه طريقة السمع الكاسات اللي كنتي عم تحكي عنه صحيح ما بنكون عم نفهم شيء، بس هو دائماً بيتخزن وحياتي منتج كتير جيد. صحيح. رندا، بيقولوا كتير إنه الفترة الصيفية يلي هي فيها وقت طويل يمكن وما في كثافة بالمواد مثل اللي منشوفها أوقات خلال العام الدراسي، هي فرصة كتير جيدة وكتير حلوة لأنه الطفل يتعلم اللغة بشكل صح. بتشوفي إنه إحنا إذا ركزنا بهي الفترة ممكن بنهاية الصيف يكون عنده مخزون لغة من هي اللغة اللي نحن حابين يتعلمها أو هو الطفل حابب يتعلمها أفضل من الوقت المدرسة؟ هلأ حسب هو شو حابب، حسب أنا مع مين عم بحطه المجموعة، حسب هو شو إمكانياته. يعني هذا الموضوع بيتدخل فيه كتير جوانب، ممكن يكون كتير أنا إذا حطيته كورس على مدى 3 شهور يكون غير كافي له، أطفال تانية لا ممكن كتير يعطي منتج، ممكن هو يكون اساسا شاطر باللغه الثانيه فانا ليه بدي كثف له بالصيف، لا بروح بركز على ماده هو اساسا ضعيف فيها، او ممكن ما يكون عنده مشاكل افضل اني انا بالتعليم فانا لا بروح حطه نشاط رياضي، غير له المكان اللي هو كان فيه، غير له اكسر له هذا الحاجز الدرس تبع طول السنه، خصوصي اللي بيمروا بالمراحل الاعداديه والثانويه بتلاقي من الصيف بدهم يركزوا لهم على اللغه مشان ما يواجهوا مشاكل. هلا هذا شيء كثير منيح، ولكن اللغه مهاره لازم تكون على مدار العام مو بس على تنسى تماما، مو بفتره، لازم يكون نمط حياه فيها. لهيك انا ممكن رمي ممكن يعطي قفزه بسيطه ولكن ممكن ما تستمر، يمكن يعني ما يتخزن، ممكن لا يتخزن حسب امكانيات الطفل وين عم بحطه مع مين المجموعه اللي عم بحطه فيها، وكل ما كان عمره اكبر هو قد ايه لما بيرجع على البيت بيسترجع منهم، يا ترى بالبيت بيساعده باللغه الثانيه اللي عم يتعلمها ممكن حدا يعمل معه هذا الحوار او لا. نحن بنقول اللغه مهارة ما بتتعلم غير لما الواحد بينزنق، لما بيكون مضطر لأنه يحكي. لهيك قد ما خزنتي لغة إذا ما بتسافري على بلدها ما بتكتسبيها بالطلاقة المناسبة، لهيك أنا بقول لهم لغة البيت هي المساعد الأول لأنا أدعم طفلي سواء بلغة الأم أو باللغة الثانية. أعطينا أمثلة اليوم رندا، كيف نحن هيك بالبيت ضمن البيت يعني اليوم بدك تتعلمي إنجليزي رشاد دائما ابنك أو بنتك؟ دائما التكرار يعني هو انا بشوفه نجاح انه يضل بالذاكره موجود يعني، بس دائما احنا بنركز على نقطه، اليوم عم نتعامل مع جيل غير جيلنا، يعني غير انه انا اخذت قرعه وطلع لي لغه ثانيه وصرت ابكي وترجيت هون ليغيروا لي اياها، يعني انا ما بعرف شيء يعني لغتين يعني اليوم. فاليوم هيك من خلال البيت يعني مثل ما قلنا الوان اسماء الفواكه، يعني مين اليوم الطفل اللي نحن ما قدرانين نتعامل معه بهذا الاسلوب؟ يعني شو بيكون شو المشاكل اللي بتكون عنده؟ هلا غالبا الاطفال بمختلف اعمارها ما بتقبل تقعد مع اهلهم بالبيت ليدرسوا، بيقول لك انه خلص انا هلا الدنيا صيف واجيت حطيتيني بكورس وخلص امر الله كمان بدي بالبيت بدي ادرس. لهيك انا بقول لهم يستخدموا خصوصي باللغه الفرنسيه اللي انت ما بتحبيها، بيكون فيها كلمات او فيها احرف بالكلمه هي بتنكتب وما بتلفظ، او بالعكس لازم تلفظ الشيء هو مثلا ماله مكتوب. لهيك لازم انا بقول لهم تكتبها بحجم واضح، ونحن بنخلي زاويه بالبيت اللي بيمر اكثر شيء الطفل من جنبها، سواء مرايه غرفته على البراد على الخزانه. البراد تمام. هي كلنا بنمر من جنبه. تحط فيها مثلا كل يوم كرتين بخط ايدها كاتبه عليهم الكلمات، وممكن تلون القاعده اللي فيهم مثلا اذا في حرف ما باللفظ حرفين بيعطوا صوت ثاني، تحطها بمكان واضح للكل وخلص وما ما تتدخل فيها، فهو بصريا رح يلقط شكل الكلمه ورح يضل عم بيتذكر لفظه من الصف من الكورس اللي كان فيه، وهي حتعمل له مثل حصيله لغويه بس هي شايفها بعينه، حتتراكم مع الوقت وحتلاقي انه هذا الشيء كثير مفيد له. تخزنت تماما، حتتخزن وحيعطي منتج بدون ما تعذب حالها او تجبره على القعده. حلوه الفكره، وخليه يتسلى بالصيف، ما علينا نحن هو الصيف لحتى شوي هيك نجدد للشتويه خصوصي اذا عندهم ضغط درس.
اكيد. هون رندا دائما السؤال خلال فترة الصيف، حلو انه نحن ننبسط بالصيف ونحسس الطفل بانه نحن هذا الوقت لحتى ننبسط فيه، لحتى نرتاح، لحتى نلعب كثير من الانشطة الحلوة الموجودة بالصيف، لكن اذا بدنا ننظم وقتنا بطريقة صح، كيف بنقدر بهي الفترة نتعلم ونلعب وننظم وقتنا؟ لقلك مثلا انا بالاعمار الصغيرة ممكن كثير جيب له حوض رمل صغير، او مثلا اذا مثلا بيبي صغير مثلا مسبح صغير احط له فيه مكعبات ملونه مثلا وضل له مثلا اعطيني الاحمر منهم بس، فانا لعبته اعطيته حصيله لغويه تفاعلت معه وبنفس الوقت هو عم بيلعب ويتسلى. العمر الاكبر ممكن انا مثل ما عم بقول لك انه لازم انا احطه بكورس حسب المكان اللي عم بحطه فيه، ممكن كثير اخبي له كلمات وصور بالصف مثلا او بالمساحه اللي بيلعبوا فيها واعمل لهم مثل منافسه مين بيطلع، انا معي بطاقات صور مين بيطلع بيجيب لي الكلمات اللي متطابقه مع الصوره، فانا اعطيتهم مطابقه، اعطيتهم لعبه مفيده، اعطيتهم حصيله لغويه وتفاعلت معهم بغض النظر سواء اللغه عربي ولا انجليزي ولا فرنسي، بنفس الوقت هنا نتسلوا ولعبوا كان نشاط كثير ممتع وحصلوا لغه فيه وتفاعلوا مع المجموعه. ممكن انا كمان بكثير اشكال ممكن مثل ما قلت لك بحض الرمل حط لهم اشكال هندسيه اللي اعطيني الدائره اعطيني المربع طابق لي كم مربع فيه كبير كم مربع صغير، هاي كلها اشياء وانشطه مفيده حركيه مسليه ممكن انا اعمل هذا الشيء بالبيت، هذا الشيء كثير مناسب وانا بشوفه حتى ما في داعي اذا عندي ظروف معينه ما تخليني اسجله بمكان انه يكون متوافر بقلب البيت. ما هون المشكلة إنه دائما نحن عندنا الطرف الثاني اللي هي الأم اللي هي الأغلب موظف الصباح، بعد الظهر في مسؤوليات ثانية، فبتكون المساحة قليلة للطفل، فبنحاول خلال هالساعة الفراغ إنه نحن نقدر نعوض شيء من الغياب كل الأنهار. رندا عم نحكي على اللغة وهو من ضمن الأنشطة الصيفية الأنشطة الثقافية، خلينا نروح هيك بشكل عام اليوم شو أهم الأنشطة المفروض نوجه الأطفال عليها ضمن الصيف؟ هلا أنا كثير بركز على الأنشطة الحركية وبحب تكون على مدار العام ما تكون بس بالصيف انه ثلاث شهور الصيف يتعب وهو عم بيروح على الرياضه بعدين بالشتاء ما في، بيكون مكثف بالصيف وبالشتاء بيكون مثلا مرتين بالاسبوع انه بس نهار العطله او مره بالاسبوع، بس انا ضل حافظ له عليه خصوصي طلاب الشهادات لازم يكون في عندهم هاي المساحه اللي يفرغوا متنفس. فيها تماما لازم يفرغوا فيها. في قسم من الاطفال هنا كثير عندهم حس موسيقي عالي، انا كثير بركز على هذا الموضوع كمان ولكن ما اجبر ابني فيه لانه في اختلاف خصوصي نحن هلا المعاهد الموسيقيه ما بتاخذ الاطفال الا بعد عمر معين لحتى يكون ثبت اي جهه بيستخدموا اليمين ولا اليسار، هي شغله كثير منيحه وايجابيه، ما حاول سبق على ابني فيها، اشتغل حركيا بعدين انتقل موسيقي ليوصل للعمر المناسب. موضوع اللغات نحن كان كل حديثنا عنه بيكون هذا موجود كجزء أساسي ولكن مو كل النادي الصيفي لغات ودراسة، خليه شوي يكون ترفيهي، الرسم، الرياضة، الموسيقى، هاي أمور كتير مناسبة لازم لو ما عنده إياها الطفل أو مو من موهبته لازم تكون موجودة ويجربها. أكيد رندا اليوم طفلنا هو يعني أمانة وبالنهاية يعني بنحاول نوصل له أكثر شيء نحن قادرين نقدمه بهذا الظرف. شكرا رندا لحضورك اليوم ولكل المعلومات الحلوة. شكرا لكم. شكرا لك رندا، وعطلة صيفية أكيد إن شاء الله تكون حلوة ومفيدة للكل.